مع حلول شهر رمضان المبارك يزداد التساؤل عن تأثير الصيام على القولون العصبي، فيما كان الصيام مفيد أو مضر للمرض، وكيف ممكن نعالجه ونعالج آلامه. رح نحكي أكثر مع ضيفنا بالاستوديو الدكتور منصور ناصر الدين، رئيس الجمعية السورية للأمراض الهضمية. يسعد صباحك ورمضان كريم. صباح الخير. اهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير سلمى. صباح الخير نور. اهلا وسهلا فيك. رمضان كريم. يعني اليوم رح نحكي عن فئه من الناس يمكن الطعام هو الاساسي لجسمه وهو المهيج يمكن للمرض اللي هو عندهم، اللي هو الكولون العصبي. خلينا نحكي بشكل عام عن الكولون العصبي بدايه ومرضى الكولون. تماما. هلا اول شيء اسمحي لي يعني اوجه لكم تحيه انت واسره البرنامج وأسرة الإخبارية بشكل عام، اللي أنا دوما بشرفني أكون معكم برمضان وبرات رمضان. أهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم، إن شاء الله كل سنة وأنتم سالمين. لو جينا نحكي هيك لمحة صغيرة عن ما يسمى بشكل عام متلازمة الكولون العصبي أو التهاب الكولون أو تهيج الكولون، بالطب نحن بنسميه متلازمة الأمعاء المتهيجة، لانه مش بس الكولون، بس الكولون هو جزء كبير منها او اغلب الاعراض بتكون كولونيه. اما كل شيء ممكن يكون في عضلات ملس بيساوي اعراض مرافقه لهالمتلازمه، مشان هيك بنسميها متلازمه، يعني مجموعه اعراض من اكثر من مكان. متلازمه الامراض او الكولون المتهيج مثل ما سميناه يعني يقسم طبيا في ثلاث مناحي من حيث الأعراض. في عندنا شكل بيكون في الإمساك مسيطر، وشكل بيكون في الإسهال مسيطر، والشكل الثالث بيكون في تبدل بين الإسهال والإمساك. من الأعراض الشائعة هي الانتفاخ، عدم الارتياح البطني، تمدد البطن، الغازات، الإقياء والغثيان بيكون أحيانا قليل، الألم البطني يعني بشكل عدم ارتياح وليست ألم شديد، وأحيانا تكون ألم، ولكن هذه الألم من أهم ميزاتها أنها تنام مع المريض، يعني عندما ينام المريض هذه الألم لا توقظ المريض ليلا، لأنها الآلية الإمراضية لهذا المرض هي آلية وظيفية، هي عبارة عن اضطراب بوظيفة الكولون. يعني النظام الحركي اللي موجود بالأحشاء يتبدل بسبب مؤثرات رح نحكي عنها هلق. هذا اللي بدي أسألك عنه دكتور، يعني نعم. احنا عم نحكي بالمجمل عن أعراض الكولون العصبي، بس خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية. يعني في كثير من الناس وأغلب الناس بتلاقيها مثلا مع كولون عصبي لأنه بتعصب، في عندها حمية غذائية لازم تتبعها. الأسباب الأساسية واللي بقدر أنا ممكن أتفاداها لحتى قد ما فيني خفف، لأنه مثل ما أنت الدكتور هذا المرض عصري، يعني بيتم معك ما بيروح. طيب يعني تماما. هلق مدام قلنا نحن المرض وظيفي، يعني اضطراب الوظيفي، إذن سيتأثر بمجموعة من المؤثرات التي خارج الجسم، من خارج الجسم، مثل الانفعال. لا نقصد بالانفعال اللي يعني بينفعل وبيصيح، الانفعال نقصد فيه الاسترس، يعني الضغوط اللي بيتحملها الشخص. في بعض الأشخاص بيكونوا مفرطين الحساسية، حساسين، فهذا يؤثر سلبا على حركة وأحشائهم وعلى تهيج الكولون. الحمية الغذائية، في بعض الأطعمة من ضمن الحبوب ومن ضمنها كثير من الأطعمة اللي هلق راح نشملها بالحمية اللي راح نحكيها، هذه الأطعمة تهيج الكولون وتسبب أعراض شديدة قد تكون مزعجة. أحيانا تبدل الطقس، أحيانا تبدل بين الليل والنهار، أحيانا بعض الأدوية، أحيانا الضغوط الحياتية، أحيانا التعب اليومي كله قد يثير ألام وقد يثير إزعاجات، ولكن نجملها بمؤثرات من الخارج، وأحيانا قد يكون لبعض المؤثرات من داخل الجسم آلية بزيادة الأعراض أو بتفاقم الأعراض وإحداث عدم راحة لدى الأشخاص. نعم.
يعني دكتور بالعموم يعني المؤشرات للكولون العصبي كثير من الناس صارت بتعرفها، بيحس انه مثل ما بيقول هيك بالعاميه بيقول معدته شدت عليه لما بيتوتر او لما بيعصب او لما بياكل، خليني اقول الشائع البقوليات، الناس متعوده انه البقوليات هي اللي بتهيج الكولون العصبي. خلينا نحكي اكثر عن مسببات وكيفيه التعامل اليوم نحن بشهر رمضان المبارك، المريض مريض الكولون مع الصيام قد ايه بيفيده وشو ممكن يقدم له؟ طيب هلق متلازمه الكولون العصبي اذا سميناها وصح التسميه هي اكثر الامراض اللي تراجع العياده الهضميه، حوالي 70% من الاشخاص اللي بيراجعونا بيراجعونا بهالمتلازمه بهالاعراض هي. فالاعراض مثل ما قلنا لها علاقه بالحميه الغذائيه، الحميه الغذائيه من اهمها الحبوب. الحبوب بكل اشكالها راح نبعد المريض عنا ببدايه العلاج، وقد نسمح بتناولها لاحقا عندما تستقر الامور. كل الحبوب ممنوعه ما عدا الرز، ممكن نسمح الرز من بعد طبعا عن البرد والانفعالات، من بعد عن بعض الخضار ذات الالياف الطويله مثل البقدونس والملوخية والبامي والزهرة، هدول كلهم رح يأثروا سلبا، رح يسووا هيك بيزعلوا لحبه ولا خضرة هيك ما فيهم ياكلوا لحبه ولا خضرة. نعم في بعض الأكلات ومن بعد أحيانا عن العلكي، تصوري إنه العلكي بتأدي لتناقل بلع كميات من الهواء اللي بتزيد من تمدد البطن، من بعد أحيانا عن الحليب عند بعض الناس خاصة اللي عندهم عوز بخمية اللاكتاز، من بعد عن المنبهات مثل القهوة مثل الشاي الثقيل مثل اللي بيتناولوا المتي، كمان منحميهم بالفترة الأولى عن هالأمور هاي، بالإضافة للشدة والانفعالات بدنا نتجنبهم، بالإضافة للتعرض للبرد. ومثل ما قلنا يعني الحجر الأساس في العلاج هو تطمين المريض. نحن مجرد أنه وصلنا للمريض فكرة أنه هذا المرض غير قابل للتسرطن، هذا المرض مزمن صار له كثير عم بيعاني منه الشخص وعم بيقلق حياته، هذا المرض لا يتحول الى شيء سيء، هذا المرض مزعج صحيح ولكنه سليم في النهايه ويسيطر عليه. ومثل ما بقول انا كثير لمرضاي على مبدا طنش تعش تنتعش، هالكلمه كثير بحب اني اقول لهم اياها، كل ما انه خففنا الضغوط وخففنا الاسترس خففنا يعني بلع المواقف العصبية باتجاه أحشائنا. حبيتوا هذا التعبير، بلع المواقف العصبية باتجاه وطنشي تعيشي تنتعشي هي لازم كلها. طيب دكتور كمان الفوائد، له فوائد ولا آثار سلبية الكولون خلال الصيام؟ يعني بننصح المصابين بالكولون العصبي انه يصوموا ولا اذا بدهم يصوموا لازم تكون كمان حميه غذائيه؟ لانه حتى برمضان بتعرف يمكن السفره الدمشقيه او السفره السوريه مليانه وغنيه بالاكلات. كثير مهم، اول شيء بدي يعني لعموم الاخوه المشاهدين هنيهم بقدوم شهر رمضان المبارك، ان شاء الله انه بيكون شهر خير علينا وعلى بلدنا وعلى كل الاخوه المشاهدين. بالعكس الصيام جدا مفيد بموضوع الكولون العصبي، واللي عنده المتلازمه ابدا مش ممنوع يصوم. الصيام مثل ما شفنا بكثير دراسات، وهلا في دراسات حديثه عم تحكي على موضوع كمان بهم كثير الناس هو موضوع البداني، انه هالصيام اللي موجود نحن بارشيفنا وبتاريخنا الديني وبتاريخنا الاجتماعي من اكثر من 1400 سنه، هلا في كثير دراسات عم تحكي على فوائده على الجسم. وفي دراسة أخيرة هلق أنه مجرد الصيام لمدة 16 ساعة وأكثر بتأدي لبداية حرق الدهون بكميات كبيرة، وصلنا نحن عم نعتمد عليها بشكل أساسي بعلاج البداني. الصيام بشكل عام عم بيسمح للأنبوب الهضمي بتجديد نفسه، بيسمح للخمائل الهضمية أنه ترجع تنفرز بشكل كويس، بطانة الأنبوب الهضمي تترمم وتقاوم المنبهات أو المخرجات أو الأمور السيئة، عم نسمح للأنبوب الهضمي يستعيد قوته عن طريق إراحته هالفترة الصيام، وبالتالي له فائدة جدا مهمة الصيام على الأنبوب الهضمي.
وهذا هذه الفائده تنعكس بشكل كبير على المرضى الذين لديهم متلازمه القولون العصبي، لان البداني والتشحم الكبد والوجبات الثقيله هي من اهم الاسباب اللي بتهيج القولون. وهذا بيقودنا لنوه انه نحن لازم نستفيد من الصيام، ليس فقط من المنظور الديني، نستفيد منه من المنظور الصحي. صوموا تصحوا، لذلك يجب أن نكون في زمن الإفطار معتدلين. يعني اللي عم نشوفه مع الأسف أنه أحيانا كثير في بعض الناس عم بيكون في عنا كميات كبيرة من الطعام وأنواع كثيرة، عدة أنواع، وهالأنواع هذه يعني أحيانا غير صحية، عالية المحتوى الدسم أو بالكوليسترول والشحوم، لها تأثير سيء. فبيقضي الشخص بالفترة الصيام فترة عم بيعاني ليتعود على الصيام بالأيام الأولى، وبعدين بزمن الإفطار رح بعد الإفطار رح يقضي معاناة كمان بالتخمي بسبب تناول كميات كبيرة ومتنوعة وغير صحية من مجموعة من الأطعمة. نعم. طيب دكتور، بدي أسألك هلأ، نحن حكينا شوي قديش مهم الصيام بشكل عام لمرضى الكولون وأنه له فوائد كتيرة. المرحلة اللي هي بعد الإفطار للسحور، يعني معروف يمكن سفرتنا بيكون موجود عليها مثلا الفتة، الفول، في بعض الأشخاص مثلا بيكتروا شرب سوائل اللي هي سوائل المحلات، العصائر الغير طبيعية المتواجدة بالأسواق. في ناس ما بتحب خليني أقول العصائر الطبيعية. نحكي شوي بتفاصيل أكثر هيك مثل إرشادية، شو لازم يبعدوا، شو مسمح لهم خلال شهر رمضان المبارك. تماما. هلق يعني إذا شخص عم بيعاني من المتلازمة والأعراض شديدة، مثل ما قلنا البرنامج العلاجي رح نطمنه بالأول أنه هاي الأعراض رح تزول وما رح تترك أي أثر سلبي عليك. شيء ثاني، رح نحط خطة علاجية. الخطة العلاجية بتعتمد على مضادات التشنج اللي هي لها تأثير محيطي مثل المبيبرين كاسم علمي مشان ما نذكر أسماء تجارية. أحيانا بنحتاج نعطي ثلاثيات الحلقة، أحيانا نعطي شيء من المهدئات الخفيفة، أحيانا نحتاج نعطي مصات للغازات أو عبارة عن نخالي أو فحم. أحيانا الفحم، أحيانا نخالي لنمص الغازات ونمص المواد اللي قد تكون مزعجة بالأنبوب الهضمي، بالإضافة للحمية اللي حكينا عنها اللي حجر الأساس فيها هو الحبوب بكل أنواعها، واللي منها الفول ومنها الحمص ومن الفلافل وتوابه. ولكن هذه المرحلة مؤقتة، لن تكون دائمة مدى الحياة. نحن مجرد أن سيطرنا على الأعراض، مجرد أن سحبنا هذه الأدوية بشكل تلقائي، غالبا نستطيع أن نخلص المريض من الحمية، واللي هي الحمية بحد ذاتها يعني بتكون شدة وسترس على الشخص. سنخلص ونطمن المريض أنك ستتخلص من الحمية وستعود لأغلب هذه الأطعمة، ولكن ساعدنا بالمرحلة الأولى. ومع مجموعة الأدوية البسيطة والتطمين وشعور المريض بالراحة النفسية، نحن سننتقل بشكل مفيد جدا إلى المرحلة الثانية، واللي هي المرحلة بيكون زالت الأعراض. بالنسبة للصيام، الوجبات عند الإفطار يجب أن تكون يعني متنوعة بشكل بسيط وليست شديدة التنوع. نفضل دوما الأطعمة بشكل عام الخالية من المخزون الدسم الكبير مثل اللي فيها كوليسترول وشحوم، لأن هذه ستؤدي إلى تخمي وعسر هضم وستؤدي إلى ثقل وستكون غير مريحة للأنبوب الهضمي بالفترة بعد الإفطار. ننصح بتناول العصائر اللي نوهتوا إلى هلق بتقرير تبعكم، لأن هي بتقلل من العطش خلال فترة الصيام، خصوصا العرق سوس والتمر هندي والقمر الدين، وهي كثير مفيدة جدا. طبعا لازم ننوه أنه إذا كان الشخص لديه ارتفاع بالتوتر الشرياني، العرق سوس ممنوع، مشان لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع بضغط الدم اللي بنسميه. طبعا ننصح فيها بالسحور. الحمد لله الوضع حاليا يعني اجى رمضان بفتره حراره الجو ليست شديده، فغالبا كنا عم نعاني بالرمضان بالسنوات السابقه انه عم بيجي بفتره حراره عاليه
كنا عم نعاني من موضوع الشرب أكثر من موضوع الطعام. أصبح بشكل مختصر التنوع، الالتزام بالحمية بالبداية، التنوع البسيط، تناول كميات ليست كميات كبيرة وبشكل تدريجي، تناول بدل أن نتناول الحلويات اللي هي مصنعة بالدسم مثل في أحيانا نشوف سدر كناخ وسدر نابلسين، نستبدلها بالفواكه الطازجة والعصائر الطبيعية، لأن هذه تحوي على سكريات داخلية البناء، هذه السكريات هضمها سهل، تؤمن الطاقة للجسم وتقلل حاجة الجسم للسكر أثناء الصيام، وبالتالي تقلل العطش. نعم دكتور، يعني بالختام هو الالتزام مثل ما قلت بإرشادات الطبيب والحمية الغذائية الصحية هي بتحافظ على سلامة الكولون. بدي أتشكرك الدكتور منصور ناصر الدين رئيس الجمعية السورية للأمراض الهضمية على وجودك معنا، شكرا كثير لك. تسمحي لي لو سمحتي لي بكلمة أخيرة، أنه يفترض أنه نحن نطمن كل أخواننا كل مرضانا أنه هذه المتلازمة سليمة، هذه المتلازمة ستستمر الأعراض أحيانا كثيرة وستعاني ولكنها سليمة ولن تتحول لأي شيء خطير، وبالتالي ستشفى، وهذا حجر الأساس بالعلاج. اسمحي لي أتشكركم. شكرا لك. شكرا لكم ورمضان كريم على عموم الأخوة المشاهدين وعليكم إن شاء الله. شكرا كثير لك دكتور.